السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات مبادئ الإلكترونيات. المحاضرة هذه حننهي فيها اللي هي الوحدة الأولى من المقرر، والتي بعنوان Diode Equivalent Circuit، وإلها عنوان آخر اللي هي Diode Models. والصورة التعبيرية اللي أمامكم بتلخص تماما ما أقصده، إن أنا عندي ثلاث منحنيات تمثل بثلاث نماذج للتبسيط. هذه المحاضرة هي من المحاضرات التي تعرفك على مبدأ مبادئ الإلكترونيات، وبتقربك من التطبيقات كثيرا. إذا لاحظت معي من أول الفصل وإحنا بندرس بعض المفاهيم والتعريفات، ووردت علينا العديد من المصطلحات، بي أن جنكشن كان مصطلح جديد، بوتنشيال بارير، ديبليشن ريجن، بي تايب ماتيريال، ان تايب ماتيريال، بي ان جنكشن، كل هذه عباره عن كلمات ومصطلحات. اذا الفصل الاول من هذه الوحده هي عباره عن مجموعه مفاهيم ومصطلحات، هي لغه الحوار مع بقيه الفصل وبقيه الماده. دايود اكويفالنت سيركت من اهم المواضيع اللي حتفيدني في الفصل القادم، خاصه لما اصير اتكلم على دوائر في حاله ديودات، في حالة التوصيل على التوازي، ديودات في حالة التوصيل على التوالي، كيف استخدم هاي الديودات مع دوائر التقويم، دوائر الكليبر، دوائر الكلامبل. فمنتظرانا مادة شيقة ومفيدة وعملية وذات صلة قريبة مع الواقع اللي احنا عايشين. هذه المفاهيم كلها تعتمد على الوحدة الأولى، أتمنى أنكم تدرسوها بدراسة متأنية. وخلينا نبدأ الآن نوضح ما معنى كلمة دايود إكويفالنت سيركت. إكويفالنت سيركت هي عبارة عن أنك تستبدل الدايود الحقيقي الذي له خصائص أسية معقدة من خلال معادلة شوكلي، تستبدلها بمجموعة من الإليمنتس على العناصر الكهربية اللي أنت متعود تتعامل معها، زي المقاومات، زي البطارية، زي المفتاح. هذا كله عبارة عن represent the actual characteristic of the diode in particular region of operation. The result of the network can be solved using a traditional method. إذا لما أنت تشيل الديود وتحط مكانه الدائرة البديلة، فستستطيع أنك تسخر كل المعلومات اللي درستها سابقا في معاملة الدوائر الكهربية وتحليل الدوائر الكهربية وتطبقها على الديود، لأنك أنت استبدلت الديود بشيء أنت متعود عليه وسهل التعامل معه. الديود مودلز اللي أنا بتعامل معاهم ثلاث أنواع أو ثلاث نماذج. النموذج الأول بنسميه البي سي ويز لينير إكويفالنت سيركت، وهو الأكثر تفصيلاً وقرباً من الحقيقة. النموذج الثاني بنسميه سيمبليفايد إكويفالنت سيركت، وكلمة سيمبليفايد إنه جاي أبسط من الأول. وأخيراً أنا بدي أتعامل مع الأيديال إكويفالنت سيركت، اللي هو الديود اللي شرحناه في المحاضرة اللي فاتت، إنه هو عبارة عن سويتش ليس له مقاومة ولا له بوتنشيال بارير. إذا أنت بتلاحظ، لو أنا دخلت البوتنشيال بارير، فأنا انتقلت من الأيديال إكويفالنت سيركت إلى السيمبليفايد. وإذا دخلت البوتنشيال بارير زائد المقاومة اللي هي الديناميك ريزيستنس اللي درسناها مع بعض، سننتقل إلى البي سي ويز لينير إكويفالنت سيركت. نبدأ واحدة واحدة. والنموذج اللي هو البي سي ويز لينير إكويفالنت سيركت يعتمد على انك انت تبسط المنحنى الحقيقي للاي في كاركترستيك تبعت الدايود. بمعنى سوف اعتبر هذه الركبه مش موجوده، لانه هذه الركبه اللي عملت لي التغير في الاي والفي مع بعض بدي اعتبرها مش موجوده، وانه الجهد يزداد حتى يصل الى 0.7 ويكون التيار قبل 0.7 يساوي صفر. أما في الوضع الحقيقي هو التيار بدأ يظهر بشكل جلي وواضح، ولكن صغير جدا عند 0.6، لكن أنا بدي أعتبر أنه بدأ عند 0.7 اللي هي البوتنشال بارير. وبدي أعتبر الخط الأسود هذا هو عبارة عن ميل خط مستقيم، بدي أحول المنحنى هذا إلى خط مستقيم. إذا أنا كل ما هنالك ايش اللي عملته؟ حولت المنحنى الذي له علاقة أسية للتغير في الجهد والتيار إلى قطعتين مستقيمتين، القطعة الأولى اللي في الأسفل
والقطعة الثانية التي لها ميل، هذا الميل حيحدد لي قيمة المقاومة اللي هي الأفريج ريزيستنس اللي أخذناه في المحاضرة الخامسة. إذن to approximate the characteristic of the diode حنستعين بالستريت لاين سيجمنت. إذن أخذت المنحنى وحولته إلى إيش؟ إلى قطعة مستقيمة. إذا بتتذكر عملية التكامل لأي منحنى اللي قالك عليها هي عبارة عن المساحة تحت المنحنى، فقمت قسمت هذه المنحنيات إلى مستطيلات صغيرة، صح ولا لا؟ إذا حولت المنحنى المتعرج إلى مستطيلات، فصارت المساحة هي عبارة عن مجموع الطول في الارتفاع، الارتفاع في العرض أو الطول في العرض، صح ولا لا؟ إذا إحنا حولنا هالمنحنى الأسي إلى قطعتين مستقيمتين، the sloping section هذا السلوب بيعطيني الأفريج ريزيستنس. أما the ideal diode is included to indicate there is only one only direction of the current. والنقطة الثالثة إنه VK هذه عبارة عن بطارية موجودة بتوصيل عكسي على الجهد الانحيازي الأمامي لتمثل البوتنشال بارير اللي هي VK. إذن أنا قرأت المعلومات من المنحنى هذا وبسطتها بحيث إني بدي أستبدل الديود بمقاومة وسويتش اللي هو الدايود المثالي وبطارية. أليست هذه القطعة احنا متعودين عليها؟ إذن الدايود في صورته الحالية سوف يستبدل ببوتنشال بارير 0.7. ليش؟ لأنه إذا البطارية تبعتك اللي أنت مركبها على الدايود لم تزودك ب 0.7 مش حيمر التيار، وبالتالي في أنا عندي عتبة أوفست للجهد لازم ينط ال 0.7 عشان ده يوصل التيار الأمامي. فحطيت الدايود مكان الدايود، شلته وحطيت مكانه بطارية. وإذا بتلاحظ إنه هنا عكس التوصيل الانحيازي الأمامي عشان أشير إلى إنه في نوع من الممانعة بوتنشال بارير. النقطة الثانية اللي بدي إياك تنتبه لها إني أنا استبدلت الدايود وأضفت المقاومة. ليش أضفت المقاومة؟ حتى أعبر عن الميلان في الكاركترستيك كيرف هذه، إنه أنا في عندي أفريج ريزيستنس. ولو أنت جيت حسبت الأفريج ريزيستنس من المعلومات اللي عندك هنا، 1/10 تقسيم قيمة التيار من 10 من 0 ل 10 هيطلع معاك 10 أوم. إذن العشرة أوم هي الأفريج ريزيستنس. وأخيرا بدي أدخل السويتش اللي هو الأيديال دايود اللي هو عبارة عن مفتاح مغلق. إذا لما بتجي لك الدائرة وطلب منك انك انت تستخدم الكمبليت موديل او البي سي ويز لينير موديل، ايش بدك تعمل؟ بدك تشيل الدايود وترسم مكانه القطعة الثلاثة هذه وتطبق قانون كيرشوف وتحسب التيار وتحسب فرق الجهد. اول شيء بدي اياك تنتبه لشغلة، لو انت حطيت لو جبت دايود وحطيت عليه فولت ميتر لن يشير الى 0.7 فولت. الـ 0.7 فولت هي عبارة عن البوتنشال بارير اللي في منطقة الاستنزاف، وهذه البوتنشال بارير تمثل ما بتمثلش مصدر فعال للطاقة، يعني مش حيولد طاقة، هو عبارة عن أوفست، بدل ما يوصل عند صفر بيوصل عند وين؟ عند 0.7. فبالتالي البطارية تبعتك حيكون 1 فولت، 0.3 هذه هي اللي حتقدر إيش تعبر تمرر التيار في داخل الدايود. إذن باختصار شديد جدا انه اول شيء انت عرفته انه لو انت بدك تستخدم الكومبليت موديل الاقرب الى الواقع هتستبدل الدايود الحقيقي بثلاث قطع، القطعه الاولى البوتنشال بارير، القطعه الثانيه الريزيستنس، القطعه الثالثه الايديال دايود الذي يعمل كمفتاح. هذا بالتوصيل الامامي. اذا هيك بدي اياك تكون عارف لماذا وضعنا الـ 0.7 بطاريه 0.7، لماذا وضعت المقاومه، ولماذا حطيت الدايود. طبعا انا حطيت الدايود عشان اشير الى انه هنا في عندي انحياز امامي وانه التيار يتدفق في اتجاه واحد لا يمكن ان ينعكس. اذا هذا تمثيل منطقي وتقريب حقيقي وواقعي للدايود حتى نبتعد كثيرا عن موضوع شوكلي اكويجن. النقطه الثانيه السمبليفايد اكويفالنت سيركت، كما فعلت حبسط اكثر وحاعتبر انه هذه المقاومة صغيرة جدا في داخل الدائرة. اذا كنت بتعاون مع مقاومات بالكيلو اوم فبالتالي العشرة اوم هذه الموجودة بدي اعتبرها مهملة، واستبدلت القطعتين بقطعتين، المنحنى تبعي صار عبارة عن قطعة مستقيمة وقطعة مستقيمة، فبالتالي الار دي او الار افريج هنا ايش بتساوي؟ بتساوي صفر.
إذا كل ما فعلته في السيمبليفايد موديل إني أهملت المقاومة ولكن أبقيت على مين؟ على البوتنشال بارير 0.7. وعشان أقول لك شغلة، إنه هذا النموذج هو النموذج الأكثر استخداماً للديود في داخل المنهج تبعنا. في أغلب الأحيان هقول لك استبدل الديود بالسيمبليفايد إكويفالنت موديل. إيش عملت هنا؟ إني أنا استبدلت الديود، شلت الديود من مكانه ووضعت مكانه بوتنشال بارير 0.7 زائد سويتش عشان يشير إلى إنه التيار يمر في هذا الاتجاه، ومن هنا أصبحت الدائرة تبعتي very simple وبقدر أتعامل معها. وكل ما هنالك فرق الجهد، فرق الجهد هنا مهما كان انحياز، حتى لو أنا حاطط الديود هذا على التوالي في الدائرة وزدت فرق الجهد، طبعا الدائرة تبعتي كيف حتكون؟ حتكون عبارة عن مقاومة، هاي الدايود تبعي، وهنا طبعا حيكون عندي مقاومة، وهنا عندي البوتنشال بارير البطارية، صح ولا لا؟ أنا إيش هعمل؟ حروح أستبدل هذا الدايود وسأضع مكانه اللي هو بوتنشال بارير 0.7 ومفتاح، هذا هو مفتاح وهذا إيش؟ الـ 0.7. هذه المقاومة اللي هي الريزيستنس اللي حطتها في الدائرة عشان تحمي الدايود، هذه مثلا 12 فولت. إذا هذه أخذت جهد مقداره من 12 فولت 0.7، لاحظ أن الجهد قد ما يتغير هنا، قد ما يتغير هنا لن يتغير الجهد على الدايود، سيبقى كام؟ 0.7 فولت. واضحة الفكرة؟ أين سيذهب باقي الجهد؟ حيذهب على مين؟ على الريزيستنس. طول ما الدايود في حالة انحياز أمامي، طول ما الجهد اللي عليه سيبقى على 0.7. مش هذا بيخلي المسائل سهلة بالنسبة لكم؟ إذا دائما وأبدا الدايود، لاحظ هنا الدايود جهده قديش؟ 0.7. مهما اشتد التيار، شاف التيار عمله بيزداد بيزداد بيزداد، لكن الجهد كيف؟ 0.7. كيف بده يزيد التيار؟ عن طريق انك انت ترفع قيمة الجهد تبع البطارية الانحياز. هذا الكلام بيختلف في الرسمة اللي فاتت، لانه هنا في انا عندي مقاومة، فعندي مقاومة، بالتالي التيار اللي بمر في هذه المقاومة، التيار اللي بمر في هذه المقاومة سيعمل على رفع الجهد قليلا، وبالتالي التيار كل ما زاد قيمة التيار حيكون الجهد على طرفي الديود ما بين الموجب والسالب 0.7 زائد I في R average. إذن هنا الجهد إيش حيكون؟ 0.7 زائد شدة التيار المارر I في R average. هذه I في R average أليست التغير في الجهد حسب قانون أوم؟ إذن أنا حبسط عليك الأمور وحقول لك اعتبر التعامل مع السيمبليفايد موديل. أما إذا طلب منك إنك تتعامل مع الكمبليت موديل، فإيش بدك تعمل؟ بدك تدخل المقاومة، معناته فرق الجهد على طرفي الديود سيزداد بدرجة بسيطة جدا حسب I في R اللي هي المقاومة الداخلية تبعت مين؟ تبعت الديود. لكن إحنا عشان بندرس وبنبسط الأمور، فإحنا كل اللي بهمنا نحن نطلع أرقام سهلة وقريبة من الواقع. الأرقام السهلة والقريبة من الواقع ستكتشف في الشابتر الثاني إنه السيمبليفايد موديل يفي بالغرض، خاصة لما تتعامل مع تيارات كبيرة ومقاومات كبيرة في داخل الشبكة تبعتك. إذن ثبتنا حقيقة أمامنا، وهي أن في السيمبليفايد موديل يبقى الجهد 0.7 مهما تغير التيار في الدائرة، والجهد الإضافي اللي موجود من البطارية وين بروح؟ بروح على المقاومة اللي انت حطتها بعد التوالي. أما بالنسبة للآيديال موديل فسوف سنقوم بإلغاء شغلتين. الشغلة الأولى اللي هي الآر أفريج خلصنا منها، والشغلة الثانية أني أنا لغيت الـ 0.7. الـ 0.7 الآن كان بي إغنورد. فإيش صار معك؟ صار معك المنحنى عبارة عن مفتاح. إذا الجهد موجب أون، إذا الجهد سالب أوف. في الحالة هذه سيكون الديود هو عبارة عن إيش؟ آيديال ديود. وبالتالي لما بيكون في حالة الانحياز الأمامي الآن الجهد اللي عليه بيساوي صفر. وين الجهد كله رايح؟ بيكون رايح على المقاومة وبمر فيه تيار. لأنه في الحالة هذه إيش حيكون؟ حستبدل في الآيديال موديل، في الآيديال موديل أنا إيش عندي؟ عندي الديود، هاي الديود
اوكي، قلت لك استخدم الايديال موديل، فايش حتعمل؟ حتروح تاخذ تلغي هذا كذا وحتشبك ايش؟ شورت سيركت. قديش فرق الجهد على الشورت سيركت؟ زيرو، زيرو فولت، زيرو فولت. اذا الجهد 0.7 او زيرو يعتبروا نفس الرقم اذا انت بتتعامل مع جهود كبيره. بالنسبه لمين؟ بالنسبه لـ 0.7. اذا بالنسبه لكم موضوع جديد ولكن جميل جدا، جعل الامر سهلا. بعد ما انا قلت لكم في المحاضره الرابعه في عندي شكل اكويجن وفي عندي معادله صعبه وفي عندي داله اسيه وفي عندي، ظهرت الرياضيات وظهرت الفيزياء لتستخدم مهاراتها في تبسيط هذا الديود واستبداله اما بمقاومه مفتاح وبطاريه في النموذج الاول اللي هو البي سي ويز، او بطاريه ومفتاح، او مفتاح بس. الان الخلاصه، خلاصه هذه المحاضره كمعلومات اضافيه، انه الدايود ايكويفالنت سيركت هم ثلاث نماذج، الاكثر دقه، المقبول، المثالي. كيف يعمل ذلك؟ اني انا استبدلت المنحنى الاسود الحقيقي بايش؟ بقطعة مستقيمة، واحد منهم بيعطيني الـ 0.7 والآخر بيعطيني الـ R average، فبالتالي يستبدل الدايود بالثلاث قطع هدول. أما بالنسبة للنموذج الثاني، إذا كانت الـ R network، الـ R الكلية اللي أنا بتعامل معها كبيرة جدا، أكبر من 10 أوم، يعني 100 أوم أو 200 أوم أو 300 أوم، فبالتالي الـ 10 أوم هذه وجودها لا يؤثر كثيرا في الأرقام اللي هتطلع، فبأستبدل الدايود بـ 0.7 و سويتش دايود، ايديال دايود. اما في الايديال دايود فانا بدي اعتبر الطاقه المسلطه في الدائره الكهربيه اكبر كثيرا من 0.7، فبلغي التنين وبستبدل الدايود بمفتاح. جميع ما سندرسه في الدوائر في موضوع المبادئ الالكترونيات في الشابتر الثاني، اغلب الاحيان حاعطي لك الايديال دايود واقول لك لما بصير الدايود مش ايديال، بصير في الايكويفالنت سيركت اللي هو الثاني، هقول لك هنضيف الـ 0.7 او نطرح الـ 0.7. واضحه الفكره؟ في نهايه هذه الوحده حابب اذكركم ببعض الشغلات المهمه، انه انا في اول محاضره، في محاضره بدايه مبادئ الالكترونيات، قلت لك في نهايه المحاضره سوف تدرك او تحقق المجموعه من الاهداف. خلينا نراجع الاهداف هذه، هل حققناها ولا لا؟ الهدف الاول بكم اوير اوف ذا كاركترستيك اوف ذا سيمي كوندكتور ماتيريال سيليكون جرمانيوم جاليوم أرسنايد. صرت خبير فيهم ولا لا؟ صرت. Understand the condition of electron and hole theory. صرت تعرف الالكترون، اذا استفدت ولا ما استفدتش. رقم 3 be able to describe n type and b type. اما قبل ما نبدا الكورس هذا ما كنتش تعرف ايش يعني n type ولا b type. Develop clear understanding of no bias, forward bias, reverse bias. وتستطيع انك ترسمهم وتحطهم على الدفتر وتعرف ايش المعنى الفرق بينهم. بي ايبل تو كالكوليت اي سي ودي سي وافريج ريزيستنس، وهذا كلام فعلا حققناه. اخيرا اندرستاند ذا ايكويفالنت سيركت واهميتها في تبسيط الدايود موديلز. هيك بنكون خلصنا الوحده، ولدينا مسائل 36 و37 و38 على الايديال موديل والايكويفالنت موديل والبي سي ويز موديل. حاول تحلهم ونلتقي في الوحده الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.